إذن على الرغم من الهدنة التي تم الاتفاق عليها في روسيا لوقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان، ما زال القصف يتواصل على مدينة كنجا الأذرية، مما خلف أضرارا مادية وبشرية. في كل الحروب المدنيون من كلا الجانبين هم من يدفعون الثمن الأكبر من قتلى بالعشرات وجرحى بالمئات ومخاوف جديدة في ظل فشل الهدنة من استمرار العمليات العسكرية بين أذربيجان وأرمينيا. باتت محتفظة بذكرياتها وصور زفافها التذكارية على جدران منزلها الصغير، لكنها أصبحت وقد تطاير كل شيء مع دخان القصف الصاروخي. رقيبة نوفروز قزة تروي لنا قصة نجاتها بعجوبة. الخراب يعم المكان، خسرت منزلي محل ذكرياتي، لا أريد شيئا، فقط أدعو لسلامة ابنتي وحفيدتي، لقد جرحا بالقصف وهما بحالة خطرة الآن. نحن ثلاث عوائل نعيش في هذا المنزل، كنا نائمين عند تعرض منزلنا للقصف. غنجة بعيدة عن ساحة القتال، لماذا يستهدفون العوائل والأطفال؟ يستهدفون السكان وهم نائمون في منازلهم. تعرضت مدينة غنجة أكثر من مرة للقصف. نستنكر استهداف القوات الأرمينية للمدنيين العزل. حصيلة القصف 14 قتيلا وأكثر من 50 جريحا، فضلا عن أضرار لحقت بالمنازل والبنى التحتية. استمرار تساقط القذائف والصواريخ على مدينة غنجة والبلدات الآذرية جعلها خاوية بعد أن بدأت الحياة تدب فيها بشكل جزئي مع إعلان وقف إطلاق النار، ويبدو وسط اشتداد القصف أن هذه المناطق ستبقى خالية بانتظار حل ليس ثمة مؤشرات على وجوده. يارا محمود، العراقية الإخبارية، غنجة.